الحالة التانية هنا حسين الشحات، بنتكلم في الكرة في الهواء كابتن علاء. أنا من حقي كلاعب كابتن أسامة أروح للكرة، صح تمام، مش اعتراض المنافس، أنا ما بعترضش، ولكن لما بنيجي نقول إن اللاعب المهاجم يحط جسمه قدام المهاجم أو قدام المدافع، وإحنا قلنا ذكاء المهاجم هنا إيه؟ هو هنا حسين الشحات حط جسمه هنا قدام المدافع، بصرف النظر بقى أنا رحت ولكن انا لم ارتكب خطا، يعني حسين الشحات لما راح هنا لم يرتكب خطا، هنا الراجل هنا ارتكب خطا باهمال. بالظبط. ارتكب خطا باهمال، لم ينجح في لعب الكره، وبالتالي هنا كان يجب، هو ما حسبش. وكان متردد فيها جدا جدا. انا بتكلم برضك على الغربال. كان بالزبط. يجب فار. على الاقل يا جماعه النهارده دي حاله تحكيميه، انا شايف ان هنا خطا باهمال من لاعب الوداد ضد حسين الشحات كان يجب حتى على داخل منطقه الجزاء. ركلة الجزاء انا شايف طبعًا. ان هي ركلة الجزاء لم تحتسب ركلة جزاء صحيحة، لازم يروح يشوفها بالفار. يعني النهارده الكرة اللي اتسددت وواضحة لازم الفار يندها له، الفار هو اللي يجيب، جت في راس المدافع راح يشوفها بالفار. الفار هو اللي طلبه يا اسامه. كابتن ناصر بيقول لك الفار كان لازم يطلبه، تعرف شوف ان دي فعلا يعني لعبه جدليه شويه، ما هو ما يقدرش يروح لوحده، لكن هو لازم الفار يطلبه. كان صح كده بالظبط. انا قلت لك النهارده كابتن، بنفس كلام كابتن اسامه، الفار تدخل في القرار الخاطئ. ايوه بالظبط. ولكن لم يتدخل في حاله الطرد. بالظبط. لم يتدخل في لعبه الشحات، ودي علامات استفهام. خلي بالك كابتن، انا بقول حكم ضعيف، تعيينه في هذه المباراه غير موفق بالكامل، هذه المباراه ثقيله عليه قوي، وحتى الفار يا كابتن، وهنا الفار حتى الفار يعني الفار النهارده انا ليه حاجات، يعني زي ما قلت لك حاله الطرد دي طرد، انا من وجهه نظري ببطاقه حمراء ومباشره كانت اثرت في نتيجه المباراه.